اخويا بطاطا غاليه بزاف، وبطاطا وطوماطيش كلشي غالي، كلشي غالي. واش غادي دير دابا؟ الناس راه مقوره، مساكين كانوا كيدوروا الغلب. واش بطاطا 7-8 دراهم ونص بالجمله؟ اش غادي يديروا لها؟ طوماطيش عاود كيف كيف 9 دراهم 10 دراهم. كلشي غالي، كلشي غالي، كلشي غالي. البصله 6 دراهم. دابا الناس الحاجه اللي هي العمل عليها غاليه. بطاطا واش غادي ياكلوها؟ لا دابا ما يبيعوا 9 دراهم 1000 فرنك بطاطا، طوماطيش 1000 فرنك 9 دراهم. واش كلشي غالي؟ كلشي دابا راهم يصدروها لهيه. كتمشي برا، كتمشي برا. البصله راه تمشي لافريقيا، البصله كنا نديوها بجوج دراهم درهم. تا ولات نعم سيدي دابا 6 دراهم 7 دراهم بصله. فين غير المسكين صعيب عليه المعيشه، والله الا صعيب عليه المعيشه. راك تشوف شي غلا، الغلا الاثمنه غاليه. اللحم هو التالي 11000 فرنك، كيف تمشي به؟ كان اللحم الناس الناس دابا لاحقه عليه غير على الدجاج، حتى الدجاج راه دار 2000 فرنك. كلشي غالي، كلشي غالي، كلشي غالي، ما كاينش الاثمنه، كلشي غاليه. السوق النار وخذوا شوف السوق، الدعوه الناس راه السوق خاوي النار، السوق ناقص بزاف، والله الا السوق خاوي النار. غير الناس كان اللي ما كيربح حتى دورو ويضل يجي كاين اللي كيرفد جوج ميكات هنا كيقول لك ها هي 20000 فرنك والو، ميكا صغيره ميكا 20000 فرنك كيفز ميكا وحده. يقول لك هذا والله شحال واحد عندي قال لي ها هي 20000 فرنك ميكا وحده صاحبي، قال لك وحشومه كاع. الغلا بزاف والله الا الغلا، الناس قايم مقهوره، الناس راه مقهوره بزاف. اودعني غادي دير، كلشي غالي، كلشي غالي. نطلبوا الله ان شاء الله يكون الخير، ان شاء الله نطلبوا الله الله يجيب اللي فيها الخير، داكشي اللي غادي نطلبوا. اخويا كلشي يغلى، كلشي يغلى، ولا قحار خير مسكين ولا سقي مول معيشة ديال المغرب. هذي خزامة ليس غير كوا. أمي ذا بطاطا قطوة تلقى 15 دولار ولا 14 دولار. معيشة المسكين. أسي 16 دولار 20 دولار 22 دولار تدي با مو توماتيش. إوا الله الشتا، على كل حال الشتا عليها الاعتماد، الشتا في يدها ديال الله. والناس ما عندهمش فلوس، علاش يسوقوا؟ علاش يجيو للسوق؟ واش غادي يجيو يدوروا ويمشيو في حالهم؟ لا دابا شي 3 شهور 4 شهور أكثر دابا من حاسوا من جا ذاك المرض والسوق اللور. ولكن خذ غالية غالية، باش تدي 10 كيلو كتدي كيلو 2 كيلو. البصلة اخويا 4 دراهم بالجملة، 6 دراهم بالكيلو. بطاطا 7 دراهم بالجملة، 8 دراهم بالكيلو. هذه الكارافونية 5 دراهم بالجملة، 7 دراهم بالكيلو. خيزو 4 دراهم بالجملة، 5 دراهم بالكيلو. الدنجال 4 دراهم بالكيلو بالجملة، 6 دراهم بالكيلو. الفلفلة 5 دراهم بالجملة، 6 دراهم بالكيلو. قوليس 4 دراهم 5 دراهم بالكيلو. مندارينا 6 دراهم 8 دراهم بالكيلو. التفاح كاين هذاك داير 7 دراهم كنديرو 8 دراهم، كاين الاخر داير 1100 كنديرو 1200، البنان داير 9 دراهم كنديرو 1200، العنب داير 1000 فرنك كنديرو 1200، معطيشة دايرة 22000 كنديرو 9 دراهم. هاد الغلا كاين الطماطين، بنادم ما خدامش والخدمة ما كايناش والشتا ما كايناش، هذاك الشيء اللي كاين. ودابا اللي كان كيدي 10 كيلو دابا كيدي 4 كيلو 5 كيلو، اللي كان كيدي 20 كيلو كيدي 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو. بالنسبة للتفاح اللي كان كيدي 3 كيلو 4 كيلو كيدي كيلو 2 كيلو. بالنسبة للفلفلة اللي كان كيدير 2 كيلو 3 كيلو كيدي كيلو. بالنسبة للخيزو عاوتاني كيف كيف، اللي كان كيدير 3 كيلو كيدي كيلو. وهذاك معطيش اللي كان كيدير 3 كيلو 4 كيلو كيدي كيلو كيلو. مواطن ما يقدر، ما كاينش الخدمة، الخدمة والو، الشتا باش يكون رخا ما كاينش، هذاك الشيء اللي كاين. المواطن الله يحسن عونه ما كاينش. دابا كاين بنادم واحد كيخدم على 10 في الدار، ولما زيد الضوء وزيد المصاريف واللي اللي عنده ولادو كيقراو الله يحسن عون. كاين الرأسماليين، واحد الوقت كان الفلاحة كيدير الرخا وكيدير، دابا الرأسماليين هما اللي كيجمعوا كل شيء.
طبعا والله ما استغل حش من 42 اصحاب المليح